خدمه عشان يقتل بيه نابليون بونابرت. ايوه هدف سليمان كان نابليون بونابرت مش كليبر، ولكن لسوء حظ كليبر اصدر نابليون بيان بتاريخ 22 اغسطس سنه 1799 بيقول فيه: لقد دفعتني الانباء الوارده من اوروبا ان اقرر الرحيل تاركا قياده الجيش لكليبر، واعلموا ان الجنرال الذي خلفته يحظى بثقه الحكومه وثقتي، وسافر عشان يواجه حرب اتحالفت فيها اوروبا كلها بقياده انجلترا ضده وضد فرنسا. نرجع لسليمان. سليمان رجع مصر مع احدى قوافل الدخان والصابون التجارية، ونزل القاهرة وسكن هناك مع 4 من زمايله في الازهر الشريف، وتكونت بينهم صداقة قوية جدا خلته يقول لهم على سره ونيته بقتل كليبر، وحاولوا بكل الطرق ان هم يقنعوه انه يبطل تفكير في الموضوع ده، ولكنه رفض بشدة. وفي يوم 14 يونيو سنة 1800 راح سليمان لحديقة سرايا الالف بيه في الازبكية، وده كان مقر القائد العام للجيش الفرنسي وقتها. واول ما شاف الجنرال وبصحبته مهندسه المعماري بروتان اتجه مباشرة لكليبر، وكان لابس لبس واحد من العمال في الحديقة، عمل نفسه هيبوس